سيد رائد الخضر ينضم إلينا هنا وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد معنا. ما الذي يحدث؟ يعني أنا يعني الجميع بات يتفهم بأنه العنوان العريض في الأسواق المالية العالمية هو التقلبات، ولكن سياسة مالية تحفيزية، سياسة نقدية تحفيزية، وعلى الرغم من ذلك لا شيء يدعم معنويات المستثمر. سنسخ التجربة الماضية التي كانت في 2008 بأنه عمليات التحفيز سوف نراها مباشرة تأثيرها تختلف هنا، لأن منشأ الأزمة في 2008 منشأ أزمة اقتصادية، فالاقتصاد هو الذي كان السبب. الآن يوجد مسبب طبيعي نوعا ما، يعني وهو خارج عن تعتبر في يعني اعداد الكوارث الطبيعية وخارج عن الدائرة الاقتصادية كمنشأ، وبالتالي زواله يعني زوال الآثار السلبية والتخوفات والتقلبات. البانيك اللي موجود في الأسواق، الذعر اللي نحن عم نشهده حاليا مرده إلى الفيروس وانتشاره وتسارع انتشاره والإجراءات المرتبطة به، سواء كانت منذ إعلانه جائحة حتى اللحظة الحالية واللوك داون اللي عم يصير بعدة دول، هذا يعني فقدان وظائف، هذا يعني مزيد من التراجع، هذا يعني انقطاع سلاسل الإمداد، هذا يعني العديد من الأزمات الاقتصادية التي لم يعرف نهايتها بعد. بالتالي أي عمليات تحفيز حاليا هي ضرورية وهي مطلوبة حتى لا يكون هناك هبوط كارثي بشكل حاد، وإنما حساب للتحركات المستقبلية التي قد تحدث بناء على هذه التيسيرات، لأن هذه التيسيرات ستبقى استدامة حتى زوال الواقع السلبي الموجود داخل الاقتصاد، أو حتى الخروج من الركود الاقتصادي الذي بدأنا ندخله حقيقة في عدة دول حول العالم. والولايات المتحدة الأمريكية قريبا سوف تظهر البيانات اقترابها أكثر نحو الركود وفقدان معدلات النمو عالميا. ما الذي يعني ذلك بالنسبة للنفط؟ برنت خسر مستويات $30، ويعني تحدث ليس فقط عن تراجع في الطلب، ولكن لدينا معروض أكبر. السعودية أعلنت بأنها ستزيد من صادراتها لمستويات تاريخية عند 10 ملايين برميل. فإلى أين سيأخذ الركود الاقتصادي إن حدث أو إن دخلنا فيه؟ ومن جهة أخرى ما نشهده من إمدادات سعودية، إلى أين ستأخذ النفط؟ في عنا عاملين رئيسيين فيما يتعلق بقضية النفط. العامل الأول وهو انتظار حتى تتشكل لدينا الباترن الجديدة للاستهلاك. حاليا النمط الاستهلاكي اللي موجود ينقلب من أمر إلى أمر آخر، يعني ينقلب إلى التوجه إلى السلع الأساسية، إلى سلع الغذاء، إلى التموينات. الانقلاب نحو الادخار أكثر من أي أمر آخر. كاش خارج الأسواق والليكويديتي، ليست ذهب، ليست سلع، ليست أي أمر آخر. بالتالي النفط سيبقى هناك استهلاك عليه، ولكن مع وجود وفرة المعروض والتخمة الحالية وصراع الحصة السوقية ممكن أن يحقق سعر توازن أدنى بكثير من الأسعار التي نشهدها. وأعتقد السعر التوازن الذي قد يعني نتقدم باتجاهه حقيقة، وهذا أمر واقع، هو دون مستويات $25 للبرميل، حتى يكون هناك استقرار في المعروض، مع على الأقل يعني الحفاظ على مستويات الاستهلاك عند المستويات الحالية والارتفاع تدريجيا في الفترات القادمة، وأن لا يكون هناك المزيد من اللوك داون أو الإقفال أو إغلاق الحجر للمدن أو للمصانع، وبالتالي حتى يكون هناك إعادة تأقلم جديدة مع النمط الاستهلاكي الجديد الذي ستولده البشرية في الفترة القادمة. طيب شهدنا البارحة في الجلسة دولار قوي مدعوم بأن عوائد السندات الأمريكية وتحديدا لأجل 10 سنوات ارتفعت فوق 1%. الفيدرالي يضخ سيولة في أسواق الريبو، فعل أيضا السواب لاينز مع البنوك المركزية حول العالم، كل ذلك في محاولة الحفاظ على السيولة الدولارية، هذه السيولة التي شهدنا عليها شح خلال الفترة الماضية. كيف ترى توجهات الدولار في ظل هذه العوامل؟ الدولار ارتفاعه هو بنتيجة الطلب حقيقة عليه، يوجد طلب كبير على الدولار في الفترة الحالية، وهذا يعني بأنه نحن عندنا مستويات يعني قد تكون أعلى للدولار في الفترة القادمة، على الرغم من إجراءات التحفيزية التي يقوم بها الفيدرالي. الإقراض لليلة واحدة، توفير السيولة، هو لإيقاف
البانيك أو الذعر بأنه لا يوجد تمويل أو لا يوجد سيولة، أو إذا أنت راح تسحب أموالك بأي شكل من الأشكال أو تحاول تحصل على الأموال سوف تواجه بأنه ما لا يوجد تمويل. الفيدرالي يعمل على ضخ السيولة وشراء السندات وتشجيع الشركات الصغيرة في وقت وأزمة ممكن أنه يكون من جهة أخرى قد يطبق اللوك داون ويطبق مزيد من الحجر، والشركات نفسها نتيجة فقدان العملاء تبعها ممكن أنه تبدأ بتقليص الوظائف ويعني التخارج من عمليات الإنتاج بشكل أكبر وتقليص مستويات الإنتاج، وبالتالي قد لا تحتاج أساسا للقروض الرخيصة إن صح التعبير، لأنه لا يوجد أساسا أن ليش اقترض، اقترض لحتى يكون في عندي فرصة استثمارية أنا بحاجتها. مع فقدان شريحة الاستهلاك، مع تراجع المستويات المستهلكين، لا يوجد الرغبة بتوسع بالمشاريع التجارية. إذا ما تحدثنا عن معامل الارتباط بين الأصول، دائما ما نشهد أنه ما بين الذهب وأسواق الأسهم العلاقة عكسية. عندما تصعد أسواق الأسهم أو تتراجع نشهد رد فعل معاكس من الذهب. ما شهدنا خلال الفترة الماضية هو انعدام لهذه العلاقة العكسية، شهدنا سيل أوف بأسواق الأسهم وسيل أوف أيضا على الذهب، نوع من التسييل أو الليكويديشن. إلى أي مدى ترى بأنه هذه العلاقة ستستمر بهذه الطبيعة يعني بمعامل ارتباط إيجابي وليس سلبي خلال الفترة القادمة؟ وباختصار لو سمحت. حقيقة الحالة التي نشهدها حاليا الذهب يتم بيعه لتوفير السيولة وتغطية المراكز المالية الخاسرة، طالما السيناريو بمزيد من التراجعات والليمتس داون على الأسواق المالية الذهب لا تزال أسعاره جذابة للبيع وتغطية هذه المراكز. الذهب مرتفع، لا يعني خلينا نكون واقعيين، حتى بمستويات الحالية قرابة $1,500 للأونصة يعتبر ارتفاع بالمقارنة مع السلع الأخرى، ولا تزال هناك الفرصة لتمكين المراكز المالية المكشوفة، بالتالي بيعه سيستمر طالما هو عند $1,500 و1,400. شكرا لك السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب على وجودك معنا.